اوكي، اول شيء يكون عندكم نايلون شادر على الارض تتحطوا تحت كل الانينه اما التانكي الليبتون تما تتغبر بالارض، تنفلش هيك مثل السجاده. اوكي، السحابه لازم تكون مسكره، الموتور لازم يكون اخذ هواء هيك ما يسكر عليه وقت يدور، وبتشكوا البريز بالكهرباء. واحد يضل هيك مهدى شوي بس كرمال الهواء ضل ياخد، لانه اذا اجى القماش على الموتور بيخنق ما بيعود ياخد هواء. بس تنفخ وتشد، اكيد كهرباء دايما بدها تكون عليها. اوكي، شابين او ثلاثة، توقفوها. وعملية التربيط بدها تصير بهالشكل. بهالشكل عبد شو بدك انت روح لهون بشكل صليب، واحد من هون واحد من هون، وهيدا باتجاه هيك وهيداك مقابله، يكونوا على طول الحبال باتجاه بعضهم. اوكي، ونفس الشيء عملية الفك والتنفيس. هلا ما قلكم كيف.